السلام عليكم الشيرات، كي راكم صافا؟ لاباس الحمد لله. اليوم جيت ندير معاكم الطاجين الكوجات والبطاطا، طاجين محشي. نسحقوا بطاطا وكوجات وفيون داشي والدجاج وحبه بصل، نفرموها كيما هكا والتوابل. الكوجات نديروها كيما هكا، نثقبوها في الوسط. كيما هكا راني ديجا انا وجدت هادو. والبطاطا نقطعها على زوج ونصبوها كيما هكا في الوسط. عندنا حبه بصل نفرموها، نديرو شويه تاع زيت حوالي زوج مغارف ولا، ونديرو اللحم تاعنا نكون نقيناه مليح كيما هكا ونقلوها. بلا ما هي تقلى نوجدو فيون طاشي تاعنا، نديرو لها زوج صوص تاع ثوم. كيما هكا هذا الطاجين يجي بزاف شباب، و فيون داشي كاين اللي يديرها بالفيون داشي وحدها وكاين اللي يديرها بالدجاج. انا نبغي الدجاج وفيون داشي فيها على حسب افراد العائله بيان سيغ. ثوم تاعنا نقطعو كيما هكا طرف صغار، درنا هكا الثوم، نديرو معاهم مغرفة صغيرة تاع كمون، حبة الكحلة، وعصير حانوت، وسكر الجبير، والحمار، الفلفلة الحمراء، نديرو شوية تاع لاشاكليغ. هاكا قسمة ورف صغيرة تانيك ونمرسوها. انا نسيت انا ما درتش الملح، نديرو شوية تاع الملح. كيما هكا ونعمرو الكوجات تاعنا بالبطاطا. كيما هكا ثاني البطاطا تاعنا كيما هكا. راكم نكمل هادو التعمار ونعاود نرجع لكم. يعني عمرتها كيما هكا، واللي بقات لي درتها دي بولات، وهي الطاجين تاعي راه يتقلى. راني قليته بالحبة بصل والزيت، نقلو مليح مليح الدجاج، وما تقليه مليح الماكلة تجي بنينة. نقلو الدجاج تاعنا كيما هكا، نزيدو لاصوص تاعنا كيما هاكا حوالي زوج مغارف كبار ولا، ونزيدو نقلوها مليح مليح. كيما راكم تشوفوا الشيرات، نقلو الدجاج تاعنا كيما هاكا، نقلوه مليح، نديرو شويه تاع كمون، ونديرو شويه تاع عصير حانوت، غير شويه شويه منكثروش،
ديجا رانا دايرين في البيون داشي. ونديرو شوية فلفل الملح وبيان سيغ الملح منساوهش. اليوم مانيش عارفة مع الملح عامين ننسى فيه. ونديرو هاديك الكوجات في البطاطا معمرة كيما هاكا. نحطو صوالحنا في وضع شي نحطوها من الفوق. ونديرو بيان سيغ الما ونديرو الما تاعنا. نديرو هكا على جهة وما نغطو هذيك البطاطا نحبسو. انا نزيد شوية هنايا الماء يكون طابخ. الماء يكون طابخ كيما هكا بزاف عليها. كيما نعرفو الكوجات بالخف مطيب خليتها كاع من الفوق. ونخلو كيما هكا حوالي 45 دقيقة حتى 50 دقيقة ماكسيموم. ونرجع لكم بعد كي يوجد ان شاء الله.